اجتماعيه، كرامه انسانيه. ما كانش مطالب صعبه ولا مطالب كتيره. تاني مطلب من المطالب او تاني كلمه كنا بنقولها حريه. احنا النهارده وبعد سنه وشهرين من الثوره او ثلاث شهور، بعد سنة وثلاث شهور من الثورة راجعين تاني بنقول حرية. الشباب اللي قاموا بالثورة في السجون، والضباط اللي وقفوا جنب الثورة في السجون، وحتى ضباط الشرطة اللي هم الشرفاء منهم اتسرحوا من أعمالهم عشان خاطر مش راضيين بالظلم. ففي الحقيقة الأستاذ أحمد قال، الأستاذ أحمد حلمي قال إن الثورة أو على الأقل إن الثوار ابتدوا يتحاكموا عسكريا من يوم 9 مارس. في ناس كتير جدا يا جماعة اتاخدت في أثناء الاعتصام الأولاني في 18 يوم. الناس ديت ما هماش نشطاء، ما هماش معروفين، وعشان كده اتلبست لهم أغراض كتير جدا ومحدش يعرف عنهم حاجة. أنا مش عايز أتكلم كتير، أنا كل اللي هقوله إن اللي يستحق يخش السجون الحربية أو المعتقلات أو أيا كان هم نظام مبارك بما فيهم المجلس العسكري. وإن شاء الله إن شاء الله إحنا مش هنتكلم كتير. المجلس العسكري بنظام مبارك هيخش السجون، وأسرى الحرية هيطلعوا من السجون. ده مش كلام، وده اللي هيحصل، لأن في الحقيقة إن الحق كده 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 هو اللي غالب. هيخرجوا من السجون إن شاء الله، وإحنا اللي هنخرجهم، وهيخش بدلهم اللي يستحق إنه يخش السجون. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. المؤتمر ده لازم كل واحد فينا يسمعه، يسمع كل كلمة طالعة منه، مش عشان عشان دومة، عشان جورج، عشان الشباب المحامين، عشان ضباط 8 ابريل و27 مايو، وعشان اي شاب شريف شارك في الثورة دي وبيدافع عنها. يا شباب، يا شباب، يا شباب، يا شباب، ضباط 8 ابريل قالوا لكم تعالوا، تعالوا نتكلم عن همنا، تعالوا نتكلم عن دمنا، تعالوا نتكلم عن مستقبلنا. يا شباب، المجلس العسكري زي ما قال المقدم محمد عبد الرحمن بيلعب على بناء جدار الخوف. بناء جدار الخوف شغال من أول يوم في الثورة، من يوم 28 يناير، من ساعة ما حرقنا مدرعتين الحرس الجمهوري عند عبد المنعم رياض. يا شباب، الأزمة اللي احنا بنعاني منها مش بس الخوف، لا كمان بنعاني من سيناريو التشويه بيشوهوا فينا. بصوا اللي بيحصل في الميدان ده، فيه بلطجية، ده فيه حرامية، ده مش عارف مين من ائتلاف ايه بيعمل ايه، ده نوار نجم ابوها احمد فؤاد نجم اللي كان بيعمل واللي كان بيسوي، ده علاء الاسواني ما تعرفش غير عشان عماره يعقوبيان، ده 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 ده. مهما تقولوا الثوره مستمره. من 100 سنه لما حبينا، احنا حبينا من 100 سنه، جدي وجدك
لما جه يعمل ثورة في 19 دستورها جه في 23، يعني بعديها بأربع سنين. ما جوش المصريين قالوا في 1920 دي الثورة فشلت والمحتل ما مشيش والثورة ما حكمتش، لا الثورة فضلت مستمرة. أنا مش عايز أدي درس في التاريخ، بس أنا عايز أدي درس في العمل. لما اتجمعنا كحركات سياسية وتيارات سياسية، كل اللي موجودين واتكلموا على المنصة شاركوا في تأسيس برلمان شباب الثورة، اتفقنا على إن البرلمان ده ما يكونش مناصب وكراسي وكلام، اتفقنا إن البرلمان ده يبقى ضمير حي بيعبر عن الشباب، بيعبر عن الثورة، بيعبر عن الدم اللي سال في الميادين. لما جينا نعمل انتخابات للجان، كل واحد مننا عرض برنامج، ولما فزت في ترشيح لجنة الأمن القومي الدفاع والأمن القومي، كان أول التزام أعلنته أنا واللجنة اللي معايا إن إحنا ندافع عن حرية كل المعتقلين وعلى رأسهم ضباط 8 إبريل. على أولى أجندتنا في أول اجتماع لينا حملة بتعبر حقيقي عن الإفراج اللي إحنا بنتمناه، مش إفراج مشروط، إنما هو إفراج داخل سجون الاستبداد التي لم تنتهي منذ 25 يناير 2011.